هودعو هل شولها بنك بخول عروتسي هالتلفزيا. يعني بصراحة مرمطوا فينا الأرض، عملوا كل شيء بالدنيا، سرقوا البنك وأخذوا الفلوس ومشوا. ومين؟ واحد بس اسمه ناجي أطلع. مسرحية كوميدية فارس مش قادر أفهمها. منعرف الجريمة ومنعرف المجرم ومش قادرين نعمل أي شيء. هلا أنا بقول إنه ناجي عطلة هاد ما كان ممكن يعمل هيك إشي لو ما عنده أعوان. أعوان؟ مين هدول؟ العيال واقفين معاه بالصورة؟ لو هدول من أخي أعوان، يعني قصدي هون في تل أبيب. فهمنا. رافي دافيدوفيتش عطى السي دي، هو كمان اللي عطاه الأسرى يا شاول. يعني لو هيك كافانتي ليزي هدول من أخي. أني يديع شاول، أني يديع. بس هيك أنا عندي أفكار غبية، بحب أفكر بصوت عالي. أنا بسأل حالي يا ترى مين اللي ساعد ناجي عطلة؟ روني ميتال السمسار، مزراحي صاحب القهوة، عفادي السماك، ولا مين ولا مين؟ ما هي تل أبيب كلها حبايبه. تلاقي هلأ قاعد مستمتع مبسوط بفلوس الشعب الإسرائيلي، وأنا وانت حاطين ايدنا على وشنا وعمالين نندب حظنا. يا ولاد الكلب، بس لو طلعوا بايدي هتشوفوا. أنا موافقك تماماً يا ناجي، تماماً. كل اللي بيتقال ده هو مجرد تحرش بحزب الله وحماس علشان بس يدوروا على مبرر للحرب قدام المجتمع الدولي. أنا ما استبعدش أبداً أبداً إن المخابرات الأمريكية لعبة دور كبير جداً مع الموساد علشان يعرفوا يدوروا على أي سبب يضربوا بيه كل حركات المقاومة وثورات في الوطن العربي. تتجوزيني؟ ها؟ تتجوزيني؟ أنت بتقول يا ناجي؟ أنت مجنون؟ احنا لسه متعرفين على بعض دلوقتي. انا بقى مجنون لو ستك تروحي من ايدي. انت الست اللي بدور عليها طول عمري. احنا نلبس الدبل هنا في سوريا ونتجوز لما نروح مصر. انت اكيد مجنون. ايه ده؟ مش ده ناجي باشا؟ هو ده اللي بينام المغرب؟ ايه ده؟ ومين اللي معاه دي؟ ايه انت وهو؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مساء الفل يا كبير، اصل احنا كنا عايزين نشرب ميه يعني، فنزلنا نشرب وطالعين على الاوض على طول. عايزين تشربوا ميه؟ ليه؟ مفيش ميه في الاوض بتاعتكم؟ وكلكم هتشتوا مره واحده؟ ودي كانت عطشانه معاكم برضو؟ اه عطشانه ميه؟ ده انت شربت لغايه ما زرعتي. انما يعني يا باشا ودي برضو كانت عطشانه؟ انما يا باشا ما تعرفناش يعني. دي مدام كاميليا، ناشطه من نشطاء السلام في الامم المتحده. ده بقى فريق التايكوندو اللي انا متبنيه. وانت كمان بتلعبي تايكوندو؟ لا، دي نضال المساعده بتاعتي، هي برضو ناشطه بس لسه صغيره يعني. فرصه سعيده يا نضال، فرصه سعيده جدا. بقول لك يا ابو الكباتن، ايه التايتوندو في ده؟ دي حاجه ساعه. طيب يا جماعه، اتشرفت جدا بمعرفتكم، اشوفكم بكره الصبح على الفطار. تصبحوا على خير. انت من اهل يا ده توهم، انت بتعمل ايه هنا؟ امال مين اللي معاه الحاجه فوق؟ زاهر يا باشا. يا نهار اسود، زاهر ده بيخاف من خياله؟ انتوا اتجننتوا؟ ما هو الشيخ حسن معايا يا باشا. مش انا قايل لكم بالليل لازم كلنا نبقى جنب بعض، ما نبعدش عن الحاجه؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عطشان انت كمان يا شيخ حسن؟ هو ده اللي مع الحاجة؟ انت سهران فين يا شيخ حسن؟ ربنا يوعدك يا ناجي باشا، السيدة زينب دعتني، قلت اروح اصلي ركعتين، حاجة تشرح القلب يا ناجي باشا. طب يلا كلكم على فوق، بكرة هنتحاسب، الفطار الساعة 7 الصبح. يلا اتفضلوا. ايه راح فين؟ راح فين؟ فهو واخدين ايه؟ لا انتوا ها؟ اوت.
صباح الخير يا كمالية. صباح الخير يا نجي. يا ريت تعملي لي طبق بايدك انت بالمره اللي افطر مع بعض. حاضر قوي. ايه الاهبل اللي انت عامله؟ انت جاي من مجاعه يا ابني. لازم نهبق على كل جديد. تهبق ايه ده؟ انت هبقت على المكان كله. يلا بس هي كمان يا اشكرك خالص. يا ترى ايه البروجرام بتاعك النهارده؟ تسال ليه؟ بقول يعني لو ما عندكيش مانع تاخديني تفرجيني على الشام. اصلا اول مره اجي فيها سوريا. واضح انك انت خبيره هنا. وبالمره نتغدى مع بعض في اي حته. غدا؟ لا مش هينفع غدا، عندي ندوه شعريه في المركز الثقافي الروسي. انا بحب الشعر جدا، انا غاوي الشعر. خلاص يبقى اجي معاكي والغدا نخلي عشاء. يعني انت يا عم اسعد بتطلع من هنا على النايت كلاب على طول؟ لا حول الله يا رب. يا ده راجل شقيان، الله بياكل من عرق جبينه. وبيتعب. بيتعب طبعا، الله من الكباريه اللي بيته ومت الكباريه، وبعدين ما يحسش بالمكافح على المكافح اللي زيه. لك الله يبارك فيك. صحيح يا عبد الجليل، الله يطول عمرك، انت بتحس مثل اللي فينا تعبان وشقيان. بقول لك ايه يا عم اسعد؟ طب. انا سمعت ان في اوكرانيات وروسيات هناك بيفكوا مشنوق، صحيح؟ يعني ايه؟ ايه الحقيقة صح، بس انا ما لي علاقة فيهم. الله ما احنا عارفين. طبعا ما احنا عارفين. انت مالك؟ انت مالكش دعوة خالص. بس بقول لك ايه يا عم اسعد، يعني هو في هناك عربيات كده عشان خاطر اللغة، يعني يبقى الكلام رايح جاي كده ونفهم بعض. ايه ايه في، بس قليل كتير. جميل يا عم اسعد. جميل قوي. بقول لك ايه يا عم اسعد؟ اتفضل. احنا عايزين نروح النايت ده. من عيني هي قبل هي، بس خلي الزوامي هون، باخدكم معي على النايت كلوب. الراجل ده مجدع قوي،